وتعد مجموعة العشرين واحدة من أهم التكتلات حول العالم، كونها تعمل على معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي. فمجموعة العشرين هو منتدى دولي يجمع الحكومات ومحافظي البنوك المركزية من 20 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. واحدة من أهم التكتلات حول العالم، كونها تعمل على معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي مثل الاستقرار المالي الدولي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة. إنها مجموعة العشرين التي تضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي. فالمجموعة التي تأسست في عام 1999 تعد منتدى دوليا يجمع الحكومات ومحافظي البنوك المركزية من 20 دولة والاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى مناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي وأيضا معالجة القضايا التي تتجاوز مسؤوليات أي شخص. إلا أن العام 2008 كان هو نقطة التحول الرئيسية للمجموعة بعد القمة الافتتاحية الأولى لقادتها بواشنطن، لتحل المنظمة الوليدة محل مجموعة الثماني في العام التالي من قمة واشنطن باعتبارها المجلس الاقتصادي الرئيسي للدول الغنية. فاقتصادات الدول الأعضاء في المجموعة مجتمعة تمثل حوالي 90% من إجمالي الناتج العالمي و80% من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم حوالي نصف مساحة اليابسة. وتزخر طاولة مجموعة العشرين في اجتماعاتها بعدد من القضايا المهمة أغلبها ذات طابع اقتصادي، فتركيزها دائما ما يكون منصبا على نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وتنظيم أسواق المال العالمية وتقوية النظام المالي العالمي، فضلا عن تعزيز آليات الرقابة عليها لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم في عام 2008، وكذلك عدم ترك أي قطاع من السوق المالية العالمية بعيدا عن الرقابة، ومحاربة التهرب الضريبي وتفادي المنافسة عن طريق تخفيض الضرائب. كما تركز القمة دائما على تحقيق نمو دائم ومستمر ومتوازن للاقتصاد العالمي وتعزيز فرص التشغيل والتوظيف.